صباح الخير. صباح الفل. وحياة الله كنت مشتاقة له كتير لتختي. منيح إنه عماد وليزا تصالحوا مع بعض. وأنا كمان هذا رأيي والله. أنت شو عم تساوي؟ عم حضر لك الفطور. جانتي كين محضر لي الفطور؟ ما عم صدق. ايه من اليوم ورايح هيك بدي يصير. طيب ماشي، رح اتدوش وبدل تيابي وارجع. طيب ما تطولي علي. طيب وينك فتون؟ بحبك يا روحي. وانا كمان. جان تعال فوراً، الموضوع مهم كتير لازم نحكي فيه. ألو، كيفك خالة مديحة؟ أهلين بنتي. عملت كل اللي طلبتي مني. بعثت مسج لجان. إيها، وأخيراً عرفتي تتصرفي يعني. فرحتي لي قلبي كتير. أنتي ما تقلقي أبداً لأنك تصرفتي صح. نقطة ضعفه الوحيدة لجان هي ضميره. ليكي رفيف، اسمعيني منيح شو رح قلك. جان بوس ايدك بس اسمعني هالمرة. ليش معنت كل هالقد؟ ما بتخليني اعرف اشتغل ولا شغلة. هنادي عم قلك ما بدي تفهمي علي بقى. ما انا من مجلات الفضايح او غيره، صدقني. لك هنادي قلت لك ما بدي اعمل شي اليوم. لك انت ليش معنت كل هالقد؟ اصلا ما سمحت لي اني جيب القناة يصوروا كتب الكتاب، وانا كنت وعدتهم انه رح يصوروا. لك والله ما بدي حدا منهم اليوم يا هنادي، صدقيني بترجاكي ما بدي حدا فهمية بقى. على فكرة حطيتني بموقف مو سهل ابدا. اوه، حدا منكم بيحب يشرب قهوة؟ أنا بشرب. لا حياتي أنا ما بدي، شكراً. أصلاً أنت ما في داعي تشرب. ليه؟ نفوخ بولين نفوخ. يا عم بنفوخ. جان؟ مين على التليفون؟ برايفت نمبر، ما بعرف مين، اكيد شي حدا من الصحافة. لك شوفوا كيف عم بيقولها ومهمه كل الموضوع. انت مو معقول، ليش سكرت الخط؟ انا طالع لبرا شوي. والقهوة بعملها بس ارجع. ايه جان، لوين رايح بهالوقت؟ انت العريس. انت شو دخلك ليزا؟ وليش عم تحشري حالك؟ الزلمة مبين عليه متوتر من كتب الكتاب. دخيلك، كأنه هي اول مرة بيتزوجوا. شرفوا ليكن عم يدقولي، شو بدي جاوبهم هلا للجماعة؟ قليلن يجوا يساعدونا بالنفخ. نعم جان، انت بالبيت؟ خليك جاي لعندك ما بتطول. رفيف كيف يعني جاي لعندي؟ اصحك تعملي هي غلطة، اصحك. جان هذا الموضوع ما بنحكي على التليفون ابدا، لازم شوفك ونحكي. انا جاي فورا. رفيف قلت لك اصحك تجي لعندي. ليلي وينك انت هلا؟ فهمت عليك، انا جاي فورا، لا تتحركي من عندك، خليكي انا جاي ما بطول. هيك منيح. شو كان هذا الصوت؟ روح شوف عماد. عماد؟ لك عماد على مهلك رح توقع، شو صار لك؟ لك هذا جان؟ راح والله. وين ممكن يكون راح هلا؟ شو بيعرفني؟ لك لوين بده يكون راح بيوم كتب كتابه؟ شو ناوية تخبصي هالمرة هي؟ بس أنا ما رح أسمح لك. اليوم هو أحلى يوم بعمري كله، وما رح أسمح لك تنزعي علي.
ليش تأخرت؟ ليكي رفيف ما عندي وقت بنوم. شو هو الشيء المهم كل هالقدوة اللي لازم تشوفيني لتحكي لي اياه؟ احكي خلصيني. لك احكي رفيف، انا مستعجل. احكي بقى شو القصة؟ جان انا حامل منك. كيف؟ انت حامل مني؟ ايه جان. رفيف انت متأكدة؟ طبعا جان انا متأكدة. معقول تسألني هالسؤال؟ معك حق، بعتذر منك. لا تاكلي هم، انا بتصرف. شو يعني انت بتتصرف؟ شو معناته هالحكي؟ يعني رح ساوي يلي بدك اياه. اللي بدك اياه بصير رفيف. ليلي لشوف انت بدك الولد. طبعا بدي اياه للولد. وفوق هيك الدكتور قال لي انه اذا اجهضت ممكن اني ما اقدر احمل مره تانية بحياتي. هي ممكن تكون فرصتي الوحيده لاكون ام. الولد بدي اجيبه جان. طيب انا رح اعمل الشيء اللي لازم ينعمل، ولما بيخلق بسجله بخانتي، لاني بكون ابوه ورح تحمل مسؤوليته. جان هو ابننا أنا وياك. أنت بتعرف شو بيعني هالحكي ولا ما عم تستوعب؟ رفيف أنا بعد شوي رح أتزوج من فتون، وشو ما كانت مسؤوليتي تجاهه مسؤوليتك فأنا... تجاهه أنه ما تحرمه منك. مو حرام عليك تعمل هيك فيه؟ هو شو ما كان ماله ذنب. اللي أنا شو ذنبي جان؟ أنا كنت معك لأني بحبك ولهلأ بحبك. فهميني رفيف، معقول تتركني أنا وابنك وتروح؟ بدك تروح تتزوج فتون وتضحك على حالك وتقول إنك أب وتتركني أنا وابني لحالنا؟ ضميرك رح يطاوعك تعمل هيك جان؟ يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.